تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد بين مانشستر للاستضافة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في قمة المباريات اليوم بين فريق مانشستر يونايتد والأرسنال صاحب الصدارة. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب في الساعة 4:30 بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 3:30 بتوقيت غرينيت. وسوف تنقل تداعي المباراة على قناة بي ان بريمير اتش دي 1 وأيضا البي ان الفوركي الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق خالد البلوشي. تجدون الربط في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة واشتركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق مانشستر مستضيف مباراة اليوم أو فريق الأرسنال الضيف الثقيل اليوم؟